مرحبا بكم احبابنا وناسنا في موس وفرشيطه. مرحبا بكم في اللابوراتوار كولينار ديالنا. اليوم جبنا لكم ريسيت كاسترونوميك البصل. البصل دائما نخدموه نورمال، حنا حبينا نديرو لكم عصيده اون بيوري اللي تمشي مع بزاف مع اللحم باغ اكزومبل، تمشي مع الدجاج مع الحمام مع البراك. هي لا بيوري دونيون بغولي، لا بيوري تاع البصل محروق. حرقوا البصل، على بالكم البصل كي يتحرق كيولي عنده هذوك البنه المليحه، دوك نخدموا به اون بيوري. اروحوا نقصروا قبل على لي بيوري والبصل في الطابلو تاعنا ومن بعد نديروا لا ريسيت. حكايه العصيده، العصيده لا بيوري بكري لي بيوري كانوا يخدموهم، يخدموا منهم شويه بالخضره اللي عندهم باش يتقلوا بهم لي سوب، كانوا يستعملوهم برك لهذا الشيء. بالعقل بالعقل بداو يخدموا لا بيوري وحدها ويتقلوها اكثر وينوعوا فيها، ولات غارنيتور اللي تمشي مع الماكله. في اليونان العريقه بكري لا اونسيان غريس بداو يديروا ما معصيده تاع الزيتون، يديروا لا بيوري بالزيتون وكانوا يمشوها مع بزاف ماكلات. هذيك هي لونساتر تاع لا طابوناد اللي ولات في الميديتيراني معروفه بزاف، لا طابوناد تاع الزيتون. في العصور الوسطى كانوا يخدموا بزاف لا بيوري تاع الجلبانه والفول. في القرن 18 الطباخين تاع لاريستوكراسي في لوروب بداو ينوعوا في لي بيوري، بداو يستعملوا خضرات واحد اخرين كيما الكابويا ولا شي خضره اللي ساهله باش تخدم بها لا بيوري وباش ترحيها هكذا. ومن بعد في القرن 19 كي لحقت البطاطا لوروب لا بيوري ولات بطاطا، كي تقول بيوري تقول بطاطا، ولات الملكه تاع لي بيوري هي البطاطا. مي دوكا فلا غاسترونومي مونديال عاودت ولات لا بيوري بقوه، ولاو الناس يديروا بيوري من نيمبورت كال خضره يخدموا بها اون بيوري باش ينوعوا في لي غو، ينوعوا في لي كولور، وينوعوا في لي تكستور في الطبسي تاعهم. دونك حنا اليوم ديسيدينا نديروا لكم لا بيوري تاع بصل محروق مخلطه مع شويه بطاطا باش تكون لا تكستور خير، باسكو البصل فيه بزاف الماء والبطاطا فيه هذاك النشا اللي حيعطينا لا تكستور تاع لا بيوري تاعنا. اليوم جينا باش نديروا لكم لا بيوري تاع البصل محروق ونحطوا معاه شويه بطاطا على جال النشا تاع البطاطا باش تعطينا ان تكستور مليحه لا بيوري تاعنا، باسكو لا بيوري تاع البصل وحده تجي شويه صعيبه تعطي لها ان تكستور. دونك عندنا البصل اللي كاع على بالنا شحال مليح للكور، فيه لاسيد فوليك، فيه لي كالوري تري تري فابل، فيه بزاف فيتامينات سورتو السي، ينقص من الكوليسترول في الدم. البصل اللي حنا في الجزائر على بالنا طري بيان باللي مليح للصحه وناكلوه بزاف ديجا، مي لازم نوعو في الطياب تاعو. لا ريسيت تاعنا عندنا كيلو تاع بصل، حبه بطاطا برك ما نكثروش، 10 غرامات تاع حليب، ملح، فلفل الكحل، زعتر او ثوم باش نكهو، و100 غرام تاع زبده. هاي نديرو لا ريسيت. شعيرات باسكو علاش ديجا حنا غسلنا بيان نحينا كاع التراب اللي فيهم. دوك ليدي هي كولوراسيون، ديروا فريمون حتى تولي قهويه قريب محروقه من الجهه هذه ومن الجهه الاخرى. كي نقلبوا من الجهه الاخرى خلوه يتلون شويه، ومن بعد واش نديروا نحطوا له الزبده، نحطوا له الملح، نحطوا له شويه زعتره، شويه ثوم، ونديروه يطيب في الفور تاعنا اللي شعلناه 200 درجه.
تشوفوا باللي راكو ورانا واجدين باش نروحوا في الفور. دائما نقول لكم مقله تروح في الفور، فكروا دائما لازم تكون انا عندي شاليمو تاع كوزينه نحرقو به. انتوما الا ما عندكمش شاليمو تقدروا تحطوه ديريكت فوق ان غريل قديم، بار اكزومبل ما عبايش انا ان غريل تاع كاش باربيكيو اللي عندكم في الدار ولا تاع الفور، حاجه قديمه باش ما يتحرق لكمش. وكي تصفيوه هكايا تسدفوه من الفوق وتشعلوا النار تحرقوه كيما كيتشويو في الفلفل تاعكم ولا طوماطيش فوق النار، لازم تحرقوه. ليسونسيال لازم يخرج فيه la liaison, la purée, tiens. هاي ليك بابوري تاعكم تخرج هكا شويه قهويه فيها نقاط كحوله تاع الحريق هذاك، وراي واجده باش تسربيوها مع اللحم ديالكم. شوفوا كاش درنا الطبسي تاعنا مع فخذ تاع الدجاج.
نصف رشيطة نصف رشيطة. هذا هو الطبسي تاعكم، خد الدجاج مع لا بيوري تاع عصيدة البصل محروقة، شوية تاع زرودية وشوية تاع لاصوص اللي مخدومة بالفون برين تاع البولي. بصحتكم احبابنا وناسنا، هذه هي الريسيت تاع عصيدة البصل المحروق، جو كومبليتمون ديفيرونسيوه باش تشوفوا حاجة جديدة، باش البالي تاعكم يتعود على حوايج جدد. نتلاقاو بيانتو في موس وفرشيطة في اللابوراتوار تاعنا، احنا نولوا للدراسات ونروحوا نشوفوا كشما نلقاو لكم كاش ريسيت جديدة من كاش بلاد بعيدة. على خير.